من النادر أن يعبر إنسان عن حبه واشتياقه لبلدة هاجرها منذ سنين طويلة عن طريق الفن والحرفة اليدوية، كما هو الحال مع نظام نعمة الذي صنع هيكلاً مشابهاً للمسجد الأقصى على سطح منزله في عمان القديمة ليروي منه قصة عشق حفرت في ذاكرته فحولتها أنامله لعمل فني. قبة الصخرة هي رمز ديني قومي لأمي وبتمثل قضية، يعني أنا أمامي قضية قبل ما تكون قبة الصخرة، أمامي قضية شعب وأمي، وهاي بترمز لحقنا اللي إحنا مستحيل نتركه. 18 شهراً هو الوقت الذي استغرقه النحات الأردني لتحقيق حلمه في تنفيذ هذا النصب التذكاري، لتقف قبة الصخرة بشموخ على سطح منزله القديم إلى جانب شجرة زيتون تد عمرها لأكثر من نصف قرن. طلعت كل صورها وقياساتها من النت وانشغلت على سكيل هندسي مطابقة للأصل، حتى المواد المستعملة فيها مطابقة لفلسطين. قبة الصخرة الفعلية الأصلية اللي هي مكونة من الرخام تحت والسيفساء، الآيات طبعا كلها سيفساء والشبابيك، والقبة من نحاس الصافي، أبعادها هي ضمن دائرة قطرها 5 متر والارتفاع 380 ووزنها 6 طن. لم يكن اختيار نعمة للمسجد الأقصى لإنجاز عمل فني فحسب، بل ليعبر عن محبته لقبة الصخرة واشتياقه لمدينة حرم من زيارتها لسنين طويلة. هي رموز الاشتياق تجمعت في عشق الأرض والمقدسات بعد حرمان دام طويلة، بقي في ذاكرته لسنوات طويلة فنجح بتحويلها لعمل فني. نادي أبو خورما، عمان.